شو بتتذكر من سوريا؟ بتذكر بيتنا وايامنا اللي عشناها هناك. بيتنا كان حلو والدراسة كانت حلوة، العيشة كانت حلوة كثير بسوريا. يعني بتجنن. بتجنن. كنا نروح على الملاعب، على المسابح، نلعب كرة قدم بالملاعب اللي عندنا بالقرية. كان في ساحة قدامها، كان حلو يعني، في مرجوحة، في شجر بالدار، نطلع نلعب على السطح. كنت بحب معلمات كلهن، كان معاي يقرا ابن خالد اسمه نايف، كنت انا وياه نبكي كثير، كان معاي صاحباتي كمان بالمدرسة قلبي. تشتاقي لها لمعلمتي؟ بطلنا نروح على المدرسة لأنه انقصت. كنتوا فيها؟ لا كنا طالعين منها. طلعنا بالليل واجينا لهون على الأرض. اختلفت علينا الحياة. احنا كان بيتنا، احنا كان عندنا كل واحد غرفة، مهو سنة. احنا عندنا غرفة واحدة. اصحابي كلهم بعدوا بسوريا، ما فيش حدا منهم هون. شقتلن؟ اشتقتلن. وش بدك تعمل أول ما ترجع على سوريا؟ تباركن. نضلنا مبسوطين، نضلنا نضحك، وما تنزل دمع من عين أبويا، ما تنزل دمع من عين جدتي، ما تنزل دمع من عين أي واحد فينا. شو بدك تعمل وقتها تكبر؟ مهندس. في حدا شي نهار بده يرجع على سوريا؟ اه على بيته؟ اه انا